لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. مبروك يا زينة على التكريم النهارده، وعاوزك النهارده تكلمينا عن التكريم جريدة الشورى. طبعا مبسوطة قوي انه مؤسسة كبيرة زي جريدة الشورى واستاذ محمد فودة وكل زمايلي الموجودين في المؤسسة العريقة ان هم بيكرموني وان انا شفتهم وان انا معاهم النهارده، وهم دايما في ظهري ودايما معايا وانا بحبهم قوي. وكلمتك النهارده بقى عن قيم لنا المسلسل كله بالحب، تحب تقولي ايه بعد ما عرضه في رمضان؟ لا انا مش بقيم، انا بشتغل، الجمهور اللي يقيم. حضرتك تقول انا قيم ليه؟ يعني انا اشتغل واجري بسرعه اتفرج علشان اقيم؟ مفيش حد بيقيم نفسه، بقى مجنون. ايه اكتر رد فعل عجبك بعد عرض كله بالحب؟ انه المسلسل الحمد لله خلص. يعني اكتر حاجه بسطتني ان انا خلصت شغل الحمد لله. كان تعبك؟ كان فيه صعوبات؟ قوي تعبت قوي. شفنا كتير في رمضان كان في فنانين كتير بيقولوا احنا الترند زين، انا الوحيده اللي ما كانتش تحب تدخل في المجال ده، عاوزين نعرف ايه. ما اعرفش، انا موضوع الترند ده اصلا عامل للناس هوس بشكل غير طبيعي، وانا مش حاسه انه حاجه مهمه. يعني انا لسه كنت بسال حد دلوقتي بقول له هو الترند ده يعني بعد ان شاء الله عمر طويل لما امشي من الدنيا خالص هيقولوا حصلت على كام ترند في حياتها مثلا؟ يعني زينة مثلا خدت 15 ترند او 16 ترند على مدار حياتها؟ قال لي لا ده بيتنسي بعد ساعه. فقلت له طب انا اتعب نفسي ليه عشان حاجه بتتنسي بعد ساعه؟ ايه سبب حبك لتقديم القضايا المناصره للمراه؟ يعني دايما او دايما بتحبي؟ عشان انا مرأة. لا ده طبيعي. طب يعني ليه بتحبي تخوضي يعني في القضايا دي؟ يعني في حاجة معينة عايزة توصليها للجمهور؟ لا انا ست وعندي متحيزة جدا طبعا لمخلوق الست ومشاكله ومعاناته، وحتى لو هو مثلا نموذج مش كويس برضو احب اقدمه واحب احاول اصلح منه او اعرضه للناس. ومش مشكلة الممثل ان هو بس ان هو يصلح، لا مشكلته ان هو يعرض الموضوع نفسه وعلى الناس هي اللي تاخد القرار.